السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعنا مرة أخرى وياكم لموضوع الـ Virtualization. حتى نعمل السيرفر اللي عندنا في مجموعة نصائح مهمة قبل أن نبدأ بالعملي. حتى تحول السيرفر إلى KVM Host، أول أشياء اللي أنت تحتاجها بالبداية لازم أنت تفهم الـ Requirement، الأشياء اللي المتطلبات حتى تعمل الـ KVM Host، وبعدين تتعلم كيف تنصبها والشغلات اللي يحتاجها الـ KVM Software Package. كل هذا راح نتعلمها بستيب باي ستيب حتى نحسن ونعطي امبروف للـ Virtual Machines Networking، لأن في كثير من الناس تعمل Virtual Host وتشتكي من ثقل أو بطء أو أشياء كثيرة، كون أنه الخطوات اللي يتبعوها خطوات أغلبها خاطئة. فبالبداية أنت لازم مفروض من عندك أنه أنت تعمل check للهوست requirement، شنو هي الأشياء المتطلبة للهوست requirement قبل تبدأ بيك الكونفيجر للسنتوس سيرفر أو الريد هات سيرفر تحولها إلى هايبرفايزر هوست. مفروض من عندك أنه في نقطتين مهمة، أولا لازم يكون معمارية السي بي يو 64 بت، لازم لازم لازم، يعني لا أحد يقول لي أنا حاعملها على 32 وفي ناس نجحت على 32، لا تسمع هذا الكلام نهائيا لأنه هذا هو أول خطوة لفشلك. رايد هات في دوكيومنتاتها بتقول لك انت تستخدم 64 لا تستخدم 32، فانت تروح تستخدم 32 حتكون عندك مشكله. فاول شغله لازم تتاكدها مفروض من عندك، ولازم مو مفروض يجب 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 استخدام 64 بت سي بي يو اركتكتشر. ونفس الوقت مو بس هذا، النقطه الثانيه والمهمه جدا، السي بي يو يجب ان يدعم الهاردوير فيرتشوالايزيشن، لان بدون دعم الهاردوير فيرتشوالايزيشن ما راح تقدر تستطيع انه تكمل معايا درس. فاذا لازم يكون عندك 64 بت سي بي يو، زائدا السي بي يو لازم يدعم الهاردوير فيرتشوالايزيشن. حتى تريد تتاكد من انه انت شغال على ال 64 اركتكتشر، هي مو صعب جدا، انت بس مجرد تذهب للتيرمينال. يعني الان انا ممكنك عامل كونكت كويت كلير، انا الان ممكنك مع ديل، يعني لو اكتب يو نيم ماينس اي لاحظ حيظهر لي لينكس ديل، طبعا حاسبتي القديمه هي لينكس ديل كورتد يو 4 جيجا، فالاحظ انه انا بستخدم 64 بت. اوكي خلونا نعمل كلير، لانه تذكرون الشروحات كلها كانت على السيرفر كنا احنا مسمينها كركوك، لكن الان لو عملنا كات للهوستس صح، لانه ممكن نعرض الهوست نيم اي تي سي. اوكي هتلاحظ انه اسمه ديل، سابقا كان اسمه كركوك، لكن غيرت اني بديل حتى اميز لك الاسم انه هذا الحاسبه الفيرتشوال، يعني السيرفر اللي انا شغال عليه هو سيرفر حقيقي موجود ككمبيوتر اساسي. كذلك في كوماند اخر ممكن اكتب arch، الarch بمعنى architecture، اي بمعنى انه انت تريد تتاكد من المعماريه، هذا فقط. اذا المعماريه طلعت لك بهذا الشكل نفس اللي ظهر لي انا، بمعنى انه انت تدعم ال 64 ما عندك اي مشكله. كذلك ممكن اني استفاد من ال uname، كمان وقف اوكي uname minus i حيعطيك ايضا الانفورميشن اللي هو 64 بت. فاذا انت عندك ثلاث انواع من الكوماندز، يا اما uname minus a، يا اما arch، يا اما تكتب uname minus i، طبعا سبيس بيناتهم حيطلع لك المعماريه. اذا بهالحاله انت تاكدت انه الكيرنل تايب اللي عندك هو 64 بت. اوكي فاذا في الحاله الاولى architecture حتتاكد من انه انت ما عندك مشكله في المعماريه، وايضا تقدر تستخدم اليو نيم اي الكوماند هذا اللي راح يشوفك نوع الكيرنل اللي انت شغال عليها، لانه في ناس ممكن تكون حاسبتها 64 بت لكن النظام المنصب في داخله 32 بت، وهذا الشيء انتم ملاحظينه. حتى نشيك انه في امكانيه للفيرتشواليزيشن انه يدعمها من قبل السي بي يو اللي موجود في الحاسبه، طبعا ممكن تكون شويه بها صعوبة، انه انت لازم تعمل ريستارت لحاسبتك اللي تستخدمها فيرتشواليزيشن، لازم تعمل لها ريستارت، وبعدين تدخل البايوس. في البايوس للكمبيوتر كل اللي تحتاج انه بس تذهب لحقل الفيرتشواليزيشن وتتأكد هل انه الفيرتشواليزيشن عندك اون، هل هو يدعم الفيرتشواليزيشن، هاي الاشياء موجودة في البايوس.
فإذا أنت ما تعرف تسوي الفيرتشواليزيشن في البايوز يعني ما معقولة لهالدرجة، لأنه معناته أنت جدا مبتدئ، جدا فوق العادة مبتدئ إذا ما تعرف تطلع الفيرتشواليزيشن في البايوز. فتذهب في حقل، في بايوس في حقل العلاقة بالفيرتشواليزيشن بهذا الكلمة اللي أنا كاتبها أوكي في اللوجو، هي نفسها فيرتشواليزيشن. وفيك تستخدم هذا الكوماند اللي هي clear cat تصور prog cpu info أتصور هذا صح أوكي تمام. فإذا فيك أيضا تستخدم هذا الكوماند، هذا الكوماند حيطلع لك الانفورميشن للسي بي يو بالكامل. لاحظ بيطلع لك كل كارت ديو اوكي، وبيطلع لك السي بي يو هرتز وكاش، وفي اشياء كثيره البروسيس 1 السي بي يو فاميلي. لاحظ بيطلع لك اشياء كثيره في داخل انفورميشن الكامل لحاسبتك. اذا هذا اي كوماند انا كنت استخدمه كات البروك سي بي يو انفو، هذا حيعمل لك اوتبوت وحيظهر لك انه السي بي يو هل هو يدعم ال في ام اكس او اس في ام. طبعا في انت عندك الفيرتشواليزيشن نوعين، في عندك ال في ام اكس وفي عندك الاس في ام. ال في ام اكس هي شغال على الانتل سي بي يو اوكي. اذا انتل، اذا انتل شركه انتل بمعنى انه المفروض من ضمن الفلاج يظهر في ام اكس بمعنى يدعم الفيرتشواليزيشن. لو كان الحاسبة اللي عندك على معماريات الـ AMD، في الـ AMD لازم يظهر SVM ما يظهر VMX. فكيف أنا أعرف الأشياء اللي عايدة الـ VMX وهذه الأشياء؟ أرجع للفلاج، flags أوكي؟ في الفلاجز، flags أوكي، في الفلاجز ما أعرف المدارف خطأ ما أعرف، لازم مفروض موجود في VMX 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 لاحظ، لانه من مجموعات، لانه من مجموعات انتل كلمه VMX ظهر لي صح. لو كنت من مجموعه AMD كان حيظهر لي SVM اوكي SVM. جماعة AMD SVM مو بعدين تكتب بالتعليقات أنا AMD ما بيظهر لي VMX، أرجوك VMX هي Intel، SVM هي لجماعة AMD. فإذا ظهر هذا الشيء بمعنى أنه أنت تدعم الـ Virtualization. إذا ما ظهر لك الـ VMX أو SVM بمعنى أنه ما يدعم الـ Virtualization، ما بينفع أنه أنت تنصب عليها. زين في أشياء أخرى، كيف أنت تنصب الـ KVM Software؟ خلونا نشوف التايم، أها خلونا نوقف نكمل الدرس القادم. مع السلامة.